في 7 ديسمبر عام 1967، وفي نطاق إعادة بناء القوات المسلحة، صدر أمر بتنظيم الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، حيث تأسس الجيش الثاني من العناصر القيادية لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية السابقة، وأصبح أمر التنظيم نافذاً اعتباراً من الأول من يناير 1968، والتي تعتبر بمثابة شهادة ميلاد هذا الجيش العريق. وكان من الطبيعي أن يتولى قيادة الجيش اللواء أحمد إسماعيل علي القائد السابق للمنطقة الشرقية العسكرية، والذي تدرج في المناصب ليقود القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة. كما تولى على قيادة الجيش بعد ذلك قادة عظام يعتبر كل منهم رمزا من رموز العسكرية المصرية، وفي حرب أكتوبر عام 73 سجل التاريخ العسكري لرجال الجيش الثاني الميداني تحقيقه لجميع مهامه القتالية بكفاءة نادرة وبسالة تعكس معدن الشعب المصري العظيم. وقد شهد الجيش الثاني الميداني طفرة واضحة في جميع المجالات خلال السنوات الأخيرة، فقد تم توفير كافة سبل الرعاية للفرد المقاتل سواء المعيشية أو الرعاية الصحية باعتباره أحد أهم ركائز الكفاءة القتالية. كما شهد الجيش الثاني تطورا واضحا في وسائل وأساليب ومساعدات التدريب، وهو ما يظهر بوضوح خلال الأنشطة التدريبية للجيش الثاني الميداني، حيث كان التدريب القتالي بمختلف مستوياته وعناصره هو الشاغل الرئيسي لتشكيلات ووحدات الجيش، حيث قامت بتنفيذ العديد من المشروعات التدريبية التي أدارها الجيش، وكان لها الأثر الأكبر في دعم الكفاءة القتالية لرجاله. كما كانت مقياسا لاختيار كفاءة ومستوى أداء الوحدات القتالية، وبنيت جميعها على أسس معركة الأسلحة المشتركة التي تشارك فيها أفرع القوات المسلحة بالكامل، ويطبق فيها الاستراتيجيات الحديثة ونظم القتال والقيادة والسيطرة طبقا للدروس المستفادة من الحروب الحديثة. وقد أظهر رجال الجيش أعلى معدلات الأداء القتالي المتميز خلال تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والتي عكست مستوى الاستعداد والكفاءة القتالية العالية لرجال القوات المسلحة، والتي دائما ما كانت محل ثقة وتقدير من الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. إن رجال القوات المسلحة هم حماة الوطن، يرابطون للدفاع عن أرضه وسيادته، ينهضون بواجبهم الوطني ببسالة وتضحية وفداء، ويحمل لهم أبناء مصر كل تقدير واعتزاز، وسوف يظل تحديث قواتنا المسلحة في قلب أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة، كي تواصل النهوض بمسؤوليتها بأقصى قدر من الكفاءة في الدفاع عن أمن الوطن وصون مصالحه وتعزيز دوره الإقليمي درعا لمصر وسندا لأمتها وحصنا للسلام. شهد المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني الميداني. ألقى المشير حسين طنطاوي كلمة نقل فيها تحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس محمد حسني مبارك واعتزازه برجال القوات المسلحة الذين يؤكدون دائما وفاءهم وإخلاصهم للوطن وتحملهم للمسؤولية المقدسة في حماية وصون مقدساته بكل الصدق والتفاني. وأكد المشير طنطاوي بأن الجيش الثاني الميداني سيظل أحد الدروع الرئيسية الواقية لمصر التي يرتكز عليها أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه. وأشار المشير طنطاوي إلى أن إحدى المسؤوليات الكبار للقيادة العامة التي توليها اهتماما كبيرا هي اختيار القادة، فهي مسؤولية كبرى للقادرين عليها وعلى الوفاء بمسؤولياتهم وواجباتهم في إنكار للذات، واضعين مصلحة الوطن والشعب
فوق كل اعتبار، وأوصى القادة على مختلف المسؤوليات بالاهتمام بالمقاتلين ورعايتهم وإعدادهم جسديا وفكريا واجتماعيا وعسكريا ومواصلة التدريب، حيث إنه يثقل المهارات ويعظم القدرات. ثم ألقى اللواء أركان حرب جمال إمبابي قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشار فيها إلى أن المعاونة الصادقة والمستمرة من أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة كان لها أكبر الأثر فيما وصلت إليه تشكيلات ووحدات الجيش من مستوى عالي وكفاءة في الأداء ظهرت واضحة في تنفيذ العديد من المهام التدريبية. أعقب ذلك مراسم تسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني الميداني من اللواء أركان حرب جمال إمبابي، والذي عين رئيسا لهيئة تفتيش القوات المسلحة، إلى اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، والذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش الثاني الميداني. وأقام القائدان السابق والحالي باستعراض عناصر رمزية من تشكيلات الجيش الثاني الميداني التي اصطفت لتحيتهما، وقام اللواء أركان حرب جمال إمبابي بتسليم علم القيادة إلى اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي. من الخبرات الرئيسية التي حصدتها القوات المسلحة من نصر أكتوبر المجيد هو بناء القائد الشامل على أسس من العلم العسكري والعلوم الأخرى الحديثة والتي تمتزج بالخبرات في جميع الميادين، بحيث يتحقق النجاح للضابط عندما يتولى القيادة بمسؤولياتها المختلفة في القوات المسلحة. ولا شك أن بداية البناء تبدأ مع أولى خطوات الضابط عند التحاقه بالكليات العسكرية، حيث تتأسس لديه حاسة الانضباط وتحمل المسؤولية والانتماء للوطن وقواته المسلحة، ويفهم معنى التضحية والفداء، ويدرك أن الدفاع عن الوطن هو شرف كبير لا يعادله أي عمل آخر، ويستمر تنامي الشعور لديه بأن يكون جنديا مخلصا لوطنه، يحافظ على نظامه وأمنه، ويتدرج كضابط في صفوف القوات المسلحة. وقد احتفلت مصر والقوات المسلحة هذه الأيام بانضمام أجيال جديدة من خريج الكليات والمعاهد العسكرية، بعد أن أمضوا سنوات من التدريب العملي والعلمي المتقدم على استخدام أحدث الأسلحة والمعدات ومواكبة التطوير الهائل في نظم المعلومات وتكنولوجيا التسلح، ليشكلوا دعما لمنظومة الكفاءة القتالية لقواتنا المسلحة.